السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانين، دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو الجديد في اليوم الجديد ان شاء الله، تحت طلب واحد الاخت تطلب مني نوريها العبار ديال السروال. مثلا اللي غتعبر عليه هو هذا، يا بنت يا ولد، كما كان الطاي ديالو غادي تعبر عليه فين بغى هو، واش طاي هوت اولا طاي باس لتحت. كاين اللي كيكون الحزام ديالو لتحت بحال هكذا، فين ما بغى الحزام ديالو غادي تعبري ليه اختي، غادي ديري بحال هكا وتعبري بحال هكا مكروز، يعني يكون متيري. سمعتي اختي؟ بحال هكا يكون متيري، يعني ماشي مرخوف، ماشي يكون مكروز. كان هنا كنتي بغيتي ديريه ليه هنايا في وسط الحزام ديالو، غادي تكرزي حتى هو، يعني كي هنا كي هنا، كي طاي هوت كي طاي هنا، فين ما بغيتي تعبري غادي تعبري وهو مكروز بحال هكذا. ملي غتعبري بحال هكا، مثلا هذا 74، غناخذ هذا 74 غندير عليها بحال هكذا. هذا هو لاستيك ديالنا اللي طلبتي مني يكون عريض، هو هذا. هذا 74 كتاخذيها بحال هكا، كتشدي لاستيك، ما كتاخذيهاش هي هي، كتنقصي منها 10 سنتيم، 10 ديال السنتيم كتنقصيها من ديك 74 اللي عبرتي. يعني مثلا 74 هي هادي، مثلا هي هاد لاستيك، ما غاديش ديري 74 نيشان، غادي تنقصي منها 10 ديال السنتيم. 10 ديال السنتيم هو الحزام ديال هاد السيد اللي عبرتي عليه نتيا 74، اذا بحال غتبقى غير 64. فهمتي اختي؟ هذا الشيء اللي غادي نوصل لك ان شاء الله اليوم. الا كان العبار مثلا 60، غتنقصي 10 سنتيم، غديري في لاستيك 50، غتعبري غير 50. 50 هذيك 10 سنتيم اللي غادي ديري هي اللي غادي تكون غادي تيري، وغادي تولي لي فرونس، غتولي تكماش لهذاك الصمطه ديال هذيك السيد ولا السيده. كنتمنى الشرح ديالي يوصل ان شاء الله مزيان وتفهميه، ولا ما فهمتيش اختي كتبي لي كومونتير ونزيد نفهمك ان شاء الله. صافي، وغادي ديري لاستيك ديالك ملي غتدخليه في، رانا وريتكم في الفيديو السابق، ملي غادي تدخليه في وسط سميتو في وسط التوب ديال السروال ديالك بحال هكذا. بلاتي نهبط لك الكاميرا باش تشوفي بحال هكا. مثلا كتشدي لاستيك ديالك كتلاقيه بحال هكا، تلاقيه بلا غيطمون كيف ما شفتي في الفيديو السابق، قلبي راه هو دايز غادا تشوفيه ان شاء الله. كتلاقي لاستيك ديالك بحال هكا اختي، وتحطيه على الديغيير ديال السروال، يعني اللور ديال السروال، تحطيه عليه بحال هكا بحال هكا، وطوي عليه هكا اختي المبتدئه. وغادا ديري واحد لاغيتمون فوق منهم. ملي غديري لاغيتمون اختي، انا حيت ما عنديش دابا شي سروال اللي غادا نوريك فيه، راه كاين واحد الفيديو تمايا محطوط في القناه ديالي غادا تشوفيه بحال هكذا اختي. ملي غادا ديري ديك لاغيتمون هنايا، غتبقاي غادا كتخيطي وما تعرفطيش على لاستيك، غتخيطي غير بحال هكا بحال هاد الشكل، كتخلي واحد السنتيم ولا نص سنتيم خارج، وتخلي لاستيك كيلعب، وانتي غادا وانتي كتجري، وانتي غادا وانتي كتجري في لاستيك حتى كدوري مع الصمطه كلها. ملي تسالي شديها كامله وديري ليها بحال هكا، ملي كتيريها وتقاد لي فرونس ديالك من هنا ومن هنا كيف ما وريتكم في السروال السابق في واحد لا فيديو، ديك الساعه غادا ملي تيري لاستيك وتديستريبيي دوك لي فرونس على الصمطه كامله، غادا ديري واحد لاغيتمون هنا فوق في كل خياطه. كاين عندنا جوج خياطات، وحده القدام ووحده اللور، كديري واحد لاغيتمون هنا وواحد لاغيتمون هنا. علاش كنديروها؟ باش لاستيك من بعد ملي كتكوني خدمتيه
والسيد لابس السروال ديالو مثلا او السيده ما كيتبرمش ليها لاسيك كيولي داير بحال هكا. الا دار بحال كلاسيك في وسط السروال كيولي ما شاد حتى راس، لا هذا لا هذا، ما كيكون شاد حتى قنت. دونك ملي غادا ديري لاسيك ديالك في وسط الصمطه غادا ديري عليها واحد لاغيتمو هنا وهنا، هذا كيتفيكسا وما كتبقاش الصمطه كدور نهائيا، لاسيك كيبقى يدور شحال من واحد. دابا السراول كيدايرين يعني كاليتي وكلشي من شركات كبار، وملي كيجيو للدار كتلبسيهم كيتبرم لك السروال. علاش؟ حيت راه واخا شركه كبيره واخا كدا هذا، راه الانسان كيكون عقل فوق عقل، ما فكروش باللي راه لاسيك كيتبرم. خاص لاسيك الا بغيتيه ما يتبرمش كتخليه بحال هكذا وديري ليه لاغيتمو. ملي كتيريه بحال هكا مع الصمطه ديالو انت خدمتيه ساليتي ودوزتي عليه خياطه، كتشدي كديستريبيو لي فرونس، يعني كتفرقي دوك لي فرونس على الصمطه كلها باش ما تجيش وحده مكمشه وجهه ما مكمشاش، كتسالي وتكملي كديري واحد لاغيتمو هنا وواحد لاغيتمو هنا في الخياطه ديال القدام والخياطه ديال الدغيغ ديال اللور. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل لك اختي، وكنتمنى الشرح ديالي كله يوصل ان شاء الله بسهوله لعندك. ولا ما فهمتيش شي حاجه مرحبا اختي، عاودي سوليني نعاود نجاوبك ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم البنات.